أنا شاب ملتزم أعيش في وسط اجتماعي غير متوازن وأخص بالذكر المجال الروحي، إخوتي لا يصلون، أخواتي غير متحجبات، والدي لا يصلون المشكلة هو أننا لا نعيش في استقرار واطمئنان نفسي مع العلم أن المادة المال موجود. أرجو ألا تبخل علي ببعض النصائح الوجيهة لكي أقدم شيئا لهذا الإسلام تجاه عائلتي. أقول لهذا الأخ كما كنت دائما أقول لكم، إن هذه الأمة أمة مسلمة، والإسلام جزء من كينونتها وجزء من ذاتها. طبعا نجد مظاهر من هؤلاء الذين لا يصلون وهؤلاء الذين ينحرفون، وهم قبل أن يكونوا مسؤولين فقط لأنهم على ذلك هم مسؤول، كما كنا نقول لكم دائما هم مسؤوليتنا نحن الذين كنا دائما ندخل المسجد ونخرج، وبعض المرات ننام في الدروس وفي الخطاب وكذا ولا نؤدي الرسالة. فكم هم البشر الذين كانوا والناس الذين كانوا بعيدين جدا عن الجادة، ولكن الله تعالى من عليهم بالرجوع إلى الإسلام. ولأن الدعاة إذا أكثروا من الدعوة والتبصير والإيضاح لابد أن، لما الإسلام هكذا بدأ، الإسلام ما كانش ما عندوش أسلوب آخر إلى الكلمة الطيبة. هذا في الأساس هم ضحايا عوامل متعددة، التعليم وعدم أداء المسجد لرسالته وأشياء من هذا القبيل. فيجب أن نرحم هؤلاء بأن نبالغ في دعوتهم طبعا، ونكرر عليهم ذلك، ونأخذهم بألطف الأسباب لأنهم أسرنا وعائلاتنا وفيهم أناسنا، ونأخذ على الأقل واحد تلو الآخر. فإذا استطعت أن تظفر بأقربهم إليك، بأمك، بأبيك، بأخت هي أقرب إلى الإيمان، أقرب إلى التقوى، فابدأ بها. وبدأ ما تأخذهمش مجموعة ضربة واحدة، ما تأخذهمش مجموعين، خذ الأقرب. والمهم أنك في كل هذا تتعامل معهم باللطف الضروري، بما يجب أن يبقى يكون عليه أسلوب الدعوة، حتى يبقى دائما الجسر دائما بينك وبين عائلتك موصول. مش نقول ادخل الدار والدبز مع كذا وكذا، لا، هذا الشيء أسلوب لا يفيد في شيء.